الصباح هذا انا فايق طالع المحل ديال الخدمه، الصباح هذا كنتفاجئ بالله السلطه وهذاك الشيء، الناس مجموعين هنايا، قال لك السرقه هنايا الصباح هذا على حساب هاد البنكه. كنتفاجئوا بالناس واقفين وكيقولوا اشنو اشنو هادشي، هما ما بغيناش يكون في البلاد هادشي، هذا حشومه عليهم. حنا راه بلاد السلطه وبلاد كاين الامن شويه، بنادم ما خصوش يدير هادشي هذا كاع، يعني راه حشومه، كاين الناس حاطين رزقهم، كاين الله يحسن العوان، وهاد خصوصا هاد الوباء هذا اللي جا دابا، بنادم كاين اللي ما عندوش الله يحسن العوان، الناس حاطه رزقها وداك الشيء، السرقه راه حشومه. الجيش دابا هو دابا الناس مدلعين من تحت الخدمه ديالهم، السلطه هي الداخل تاهي حتى ما كدير الخدمه ديالها، زعما هادشي هذا ما بغيناش يكون، حشومه هادشي هذا. وكنتمنى الله يبانوا هاد المجرمين في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. الدار البيضاء حي مولاي رشيد، هذا المبنى اللي كتسمى